أنا كتير بحب الكفتان المغربي. بتعرف أنا من زمان بموازين البس كفتان مع جينز، وحسيت العالم كتير حبت هذا الستيل، أنه فوت الجينز مع الكفتان. ولما عرفت أنه العمل خيري وحبيت فوت بهذا الشيء، وعملنا شوتينج بكذا كفتان، وإن شاء الله أنه حيكون في إيفنت ب 29 فبروري بكذا، وكتير محمسة لهذا الشيء. الألوان رائعة كتير حلوة، وأنا كتير بحب الكفتان أصلا، يعني زي الكلاسيكي تبع البلد، وبحس حالي جديدة يعني، لأنه مش دايما بلبس كفتان، فهذا الشيء حمسني أكثر وأكثر. كتير حلوين الألوان، كتير حلوين الأقمشة الموديلات. تحية لدار ليليان، كلهم بحبهم، وخاصة حبيبة قلبي الفنانة سميرة سعيد، بحبها كتير وبحب صوتها، وديفا، شيزا ديفا. ليش لا؟ أكيد ليش لا؟ أنا عاملة غنية مغربية بلادي 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 بلادي، توحشت بلادي. لك كتار يعني، ما في أسامي معينة، كتار وقل الشرف يعني. كتير محمسة، كتير مبسوطة، وبحب المغرب، بحب الشعب المغربي، ويال لقونا ب 29 شهر.